مساء الخير أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في كل مكان في حلقة جديدة من رأي عام. حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن، دي 5 أهداف كبرى أسفلها عشرات العناوين الفرعية أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة أمام مجلس النواب، نهاردة الظهر تحديدا. ده طبعا في انتظار ثقة البرلمان وبالتالي ثقة الشعب في الحكومة الجديدة اللي تشكلت من أسبوعين تقريبا. أهداف واضحة بتترجم تكليفات محددة للقيادة السياسية. يا ترى إيه هي الآليات اللي هيتم من خلالها تنفيذ هذه الأهداف؟ وإمتى هتنتهي الحكومة من تنفيذ الأهداف دي على أرض الواقع علشان تحاول توصل لثمار هذه الأهداف؟ كمان أكيد هيكون في ثمار، في حقل، في المصنع، في البيت، في الشارع. بتبلغ قد إيه تكلفة تنفيذ هذا البرنامج اللي أعلن عنه رئيس الوزراء؟ تساؤلات عديدة حول بيان الحكومة هنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في فقرة الأخبار. كمان هنتناولها بالتفصيل بالمناقشة والتحليل في فقرة خاصة بعد فقرة الأخبار، هتكون فقرتنا الحوارية الأولى. أما فقرتنا الأخيرة فهنحتفل فيها ب3 من خريجي أول دفعة من خريجي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. يا ترى إيه اللي اتعلموه في هذا الصرح العلمي الكبير؟ وإزاي هيقدروا يشتغلوا على تحقيق حلم مؤسس المدينة الراحل الدكتور أحمد زويل رحمه الله بأن تتسلح مصر بالعلم والتكنولوجيا؟ إيه هي خططهم عشان يقدروا يطبقوا اللي اتعلموه على أرض الواقع؟ أما دلوقتي فهنبتدي الحلقة بعد شوية أكيد بأبرز أحداث النهاردة، خليكم معانا. أرحب بحضراتكم مرة تانية. القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت النهاردة البيان رقم 25 من العملية الشاملة سيناء 2018. البيان كشف عن استهداف وتدمير عربات ومخزن للاحتياجات الإدارية للعناصر الإرهابية في سيناء، وكمان القضاء على 3 تكفيريين والقبض على 59 من المشتبه بهم. خلونا نشوف أبرز النقط المهمة في البيان رقم 25 للقوات المسلحة. للمزيد من التفاصيل عشان نعرف تحليل البيان 25 للقوات المسلحة وأهم النجاحات اللي كل يوم بتحققها القوات المسلحة البطلة، معانا سيادة اللواء هشام الحلبي السفير الخبير العسكري. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا وسهلا. سيادة لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، عايزين من حضرتك تعليق طبعا على البيان رقم 25. القوات المسلحة كل يوم بتحقق نجاحات، بنجمع النجاحات دي في بيان كل فترة. إيه تعليق حضرتك على هذه الأرقام وماذا تعني على أرض الواقع؟ والحقيقة الأرقام اللي تضمنها البيان بتوضح أن في تدمير واضح جدا ودقيق لجزء من إمكانيات الإرهابيين. يعني 285 ملجأ ووكر ومخزن، في 10 دانة هون، على فكرة ده تسليح جيوش الهون عموما. 200 كيلو جرام من مادة التي ان تي. تي ان تي خسارة تراي نيتروتلوين، ودي مادة شديدة الانفجار، ممكن يتعمل بيها أحزمة ناسفة، ممكن يتعمل بيها عربيات مفخخة ودوائر نسف. برضو في عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة بشكل عشوائي. النقطة اللي في البيان المهمة انه اتظبط ورشة ومخزن لتدريع العربيات الملاكي. حضرتك عارفة العربية الملاكي بيدرعوها بشرايح صلب في البيبان والسقف، تدي نوع من الحماية أكتر للإرهابيين أثناء التنفيذ، عشان لما يتضرب عليه عيار صغير من طبنجة وخلافه يبقى في نوع من الحماية. أيوة. يعني كل دي إمكانيات وكل دي يعني برضه أنا عايز نترجمها لأموال. أيوة. النقطة الواضحة في البيان ومهمة جدا السيطرة العالية على الحدود الأربعة اتجاهات الاستراتيجية. والحقيقة الحدود مش داخل منها بس ذخيرة وسلاح، لكن داخل كم كبير جدا من المخدرات. دي نقطة مهمة سيادة اللواء، لازم برضو نتوقف عندها. بيعني ايه ضبط هذه الكميات من المخدرات الهيروين وغيره؟ خليني اقول كام نقطة كده، ويمكن حضرتك واستاذ المشاهدين هتوصلوا للرأي النهائي بدل ما اقوله في الأول. يعني تمام. لما نلاقي مثلا في البيان ده نص طن هيروين خام، الهيروين الخام بيتخلط بمواد اخرى بيدي اضعاف الكميه دي، وايضا مخدرات برضو حشيش، وايضا 3 مليون قرص مخدر. المخدرات اللي داخله مش بتخش باستمرار من اتجاه واحد، يعني المره دي مثلا جزء من الجنوب وجزء من الغرب، قبل كده كانت ظبط من الساحل ومن الغرب، بيحاولوا يموهوا يعني ويتلاعبوا. طن و300 كيلو جرام هيروين خام، ده برضو من فتره مش كبيره. فلا هتلاقي المخدرات الكميات كبيرة متعددة الأنواع بكميات كبيرة جدا، ملايين الأقراص، أيضا إصرار عالي من كل الاتجاهات. البيانات دي كلها في مجملها تقول إن دي أكبر من إمكانيات تجار المخدرات، وإن هي الموضوع بترعاه برضو أجهزة مخابرات، لأن في تقدير إن أي حد بيتاجر في المخدرات بهذا الشكل مش هيبقى عنده إصرار، وهو عارف كل مرة إن هو هيتمسك وحاجته هتتضرب ودي فلوس. لكن هذا الإصرار من كل الاتجاهات، يعني دي نقطة الحقيقة علامة. يعني هنا بنتكلم عن أجندة مدروسة وعارفين بيعملوا إيه، ومش عن عناصر مجرد مجموعة من العناصر الإرهابية فقط. يعني حضرتك الحقيقة ما شاء الله وصلت ليه النتيجة إن هي في استهداف لصحة المصريين. والمخدرات دي لما بتخش وبتدي تتباع لا قدر الله، لو كان الكلام ده حصل أيضا بتترجم لفلوس، الفلوس دي بتستخدم في عمليات إرهابية. إحنا برضو عدد المتسللين اللي تم ضبطه، المتسلل ده جاي من بره. أيوة. فطبعا هي مزيج الموضوع من الارهاب زائد المخدرات زائد المتسللين زائد تجاره السلاح الغير مشروعه، يعني عدد السلاح اللي دخل يعني برضه في ده بيان واحد 220 بندقيه و3 بندقيه قناصه. دي مشكله كبيره بندقيه القناصه طبعا، لانها كمان ممكن بتتحط في شكل وفي شنطه وممكن يتعمل بيها مشاكل كبيره اضافه للذخيره بتاعتهم. أنا قصدي ده مزيج عالي جدا من الإرهاب والتسلل والمخدرات والذخيرة والسلاح، مزيج محترف الحقيقة. والحمد لله إن الكلام ده السيطرة عالية جدا على الحدود، وقدرت العملية سنة 2018 إنها تعزل الإرهاب الموجود في مصر عن الإرهاب الموجود خارج مصر في الإقليم. عظيم جدا. العملية، عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 انطلقت من شهور. النهاردة سيادة اللواء نقدر نتكلم ان احنا قدرنا نحقق انجاز، نسبة محترمة يعني من الانجاز بعد هذه الشهور، خاصة بعد الارقام اللي بنسمعها على التوالي وهذه الضبطيات الكبيرة. طبعا احنا في تقدم عالي جدا في اتجاه الهدف الاستراتيجي النهائي هو تطهير مصر من الارهاب، لكن ساعات في سؤال بيتسال، طب يعني امتى التوقيت النهائي؟ انا شايف ان احنا بنقرب من الهدف النهائي، لكن الخطوات اللي ماشيين بيها خطوات ثابته مراعيه البعد القانوني. يعني انا ممكن اسرع الخطوات لكن البعد القانوني مش هيتراعى. يعني في عدد من الارهابيين اتقبض عليهم مشتبه فيهم، كان ممكن يتقتلوا، لكن التحسب والحذر ومراعاة البعد القانوني بيخلي العملية الحقيقة ماشية بخطوات ثابتة، وده مهم جدا، لأن في دول الحقيقة يمكن هدت أحياء وهي بتحارب الإرهاب. وأكيد في الحالات اللي زي دي مش مهم السرعة قد ما مهم تحقيق الهدف بالشكل الصحيح، وده يمكن اللي ملموس المواطن لمسه، كلنا حاسين بأنه في تحسن كبير وعدم استهداف ابرياء. هي دي النقطه. طبعا بشكرك سيادة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. في خبر آخر وتحت عنوان مصر تنطلق، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرض النهارده برنامج الحكومة أمام مجلس النواب. الدكتور مدبولي قال في البيان إن الدولة ماشية بنهج المؤسسات واستكمال البناء على ما سبق، وإن اسم مصر تنطلق جاء للتعبير عن المرحلة المقبلة، خصوصا في نقل تأكيدات الحكومة إن الإجراءات الاقتصادية اللي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة هتؤتي بإذن الله ثمارها قريبا، وده بعد ما تم تنفيذ تقريبا 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن. خلونا نشوف جزء وجانب من إلقاء البيان أمام البرلمان. إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة بإذن الله، حيث أنه قد تم تنفيذ أكثر من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوجه من هنا رسالة حقيقية وصادقة إلى المواطن المصري: لقد صبرت كثيرا وتحملت كثيرا، وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله. كلام الدكتور مصطفى مدبولي عن الملف الاقتصادي في برنامج الحكومة النهاردة بيتزامن مع أخبار كويسة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي أكدوا دعمهم لجهود مصر علشان تبقى مركز تجارة إقليمي للغاز والنفط، وتأكيداتهم كمان على استمرار تحسن الوضع الاقتصادي، وإن خطة الحكومة بتسير على الطريق الصحيح وهو المطلوب طبعا بكل تأكيد، في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول 2023. معنا على التليفون الرئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب عمر غلاب. برحب بحضرتك سيادة النائب. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا. يعني بنتكلم عن تطور اقتصادي ملحوظ ومستمر، يعني كيف تنظر اقتصاديا لهذه التطورات؟ يوم بعد يوم بنسمع اخبار كويسة. طبعا هي كل التطورات دي نتيجه عده تغيرات حصلت. التغيرات اللي حصلت بدات من تغيرات التشريعيه اللي احنا كمجلس نواب بدانا فيها من فتره، واعتقد بدايه من قانون الاستثمار وتعديل قانون الشركات وتعديل سوق المال. كل ده بيؤدي الى الاصلاح الاقتصادي اللي احنا كلنا كمواطنين نرغب في الوصول ليه، لان احنا بقى لنا فتره ما حصلش تعديل على التشريعات بقى لها زمن، ولكن احنا لابد ان نواكب كل التطورات دي وكل ما يحدث في السوق العالمي بما يواكب الاقتصاد العالمي اللي احنا محتاجينه. اللي حصل ده حضرتك اصلاح جذري، يعني انت عملتي اصلاح جذري لكل حاجات كثيره جدا. انا شايف انه ده من الناحيه الاقتصاديه هو ماشيين في الطريق الصح. البرنامج النهارده بتاع الحكومه بيتكلم على محاور كلها اقتصاديه كبيره، منها تحسين مستوى المعيشه وغيره. يا ترى ايه الاليات اللي لازم ننتهجها في الفتره الجايه ونبتدي نشتغل عليها عشان نحقق ده، سواء كان بما يتعلق بمعيشه المواطن على ارض الواقع، وكمان ان نواكب الاقتصاد في نفس الوقت بالتزامن مع ما ننفذه محليا؟ اعتقد النهارده في بيان الحكومه وفي المحاور اللي اشار اليها دولة رئيس الوزراء كلها بتؤدي إلى صالح المواطن. احنا إن شاء الله في الفترة اللي هي العشر أيام اللي جاية بندرس هذه المحاور، بنحط توصياتنا، بنقدر نقول إن دي هننفذ في التواريخ دي، هتقدر البرلمان يراقب تنفيذها مع الحكومة في الفترة اللي جاية، وتنفيذ هذه الإصلاحات أو تنفيذ البرنامج. لو كان في تحديات قدامنا عشان نحقق ده في الآليات اللي بنتكلم عنها، هل هو تحدي مادي مالي يعني بالدرجة الأساس، ولا في التنفيذ، ولا في إيه؟ والله بص حضرتك، هو أنت عندك تحديات كبيرة كتيرة. أنت عندك تحديات اقتصادية، كانت في حاجات عشان تقدري تنفذي ده كنت لازم تعدلي تشريعات علشان تقدري تحسني ويقدري يخش لك دخل، فتقدري تبقى عندك موارد مالية تقدري تنفذي بيها هذه البرامج. الحاجة الثانية عندك خطة الإصلاح الإداري، وأنت لابد إن أنت تصلحي تصليح إداري، ما أنت مش معقولة هتعملي كل هذه الإصلاحات وما عندكيش إصلاح إداري. فكلها زي ما بيقولوا إيه، متتالية، كلها ماشية مع بعض، توالية، كلها ماشية مع بعض. دكتور مصطفى مدبولي الحقيقة رئيس الوزراء النهارده قال كلام مهم جدا يتعلق بالبرنامج الحكومي، منها إن مش هيكون في فقير في مصر، وده كلام أكيد مهم. هل البرنامج اللي قدمه اقتصاديا فعلا يعني بيسير بهذا الاتجاه في محاور كتير تمهد لأن ما يكونش في فقير في مصر؟ عمليا؟ القراءة الأولية بتقول كده، القراءة الأولية للبرنامج بتقول كده، ولكن أنا شايف إنه في أعتقد بمناقشتنا مع في اللجان المتخصصة واللجنة النوعية واللجنة اللي هي برئاسة السيد وكيل المجلس هتقدر توصل لتوصيات هنقولها في البرنامج هتبان أكتر في الفترة اللي جاية علشان نقدر نقول إيه هي يا ترى إيه المطلوب من البرلمان إنه يساعد كمان في ده. أكيد البرلمان له عليه دور كبير. الدور الأهم وهو الدور الرقابي، يعني أنت حضرتك بتتابعي مع الحكومة، والمتابعة مش معناها إن أنا بنتقد وما بحطش حلول، أنا بنتقد وبحط حلول وبوصل لحلول مع الحكومة، ما أقدرش أنتقد ومن غير حل، ما ينفعش. صحيح. بشكرك جزيلا. البرلمان بما فيه من كوادر وكفاءات يقدر يوصل لده. ده اللي بنتمناه. الحاجه اللي كنت بس عايزه انوه عنها ومهمه قوي في المحاور اللي قالها دوله الرئيس، وهو البناء الانساني، وده اللي كان اكد عليه سياده الرئيس في اخر في خطابه بالمجلس، وهو بناء الانسان، وده اعتقد انه محور مهم جدا. يعني انا شايف ان ده محور مهم. المحور ده بيصب في صالح مجالات كتير وامور كتير وبيعني كتير، يعني بيترتب عليه كتير. بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الفقرة والحديث أكتر عن الخطاب والبرنامج الحكومي اللي ألقاه النهاردة أمام البرلمان الظهر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. بشكرك سيادة نائب عمر غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. المحور الثاني في برنامج الحكومة كان حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، واللي من ضمن بنوده حماية الأمن المائي المصري، ومن خلاله أكد رئيس الوزراء أن برنامج حكومة هيتضمن إن شاء الله التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا فيما يخص طبعا سد النهضة، وخصوصا كمان مسألة قواعد ملء الخزان ومدى الزمني، وده دايما كان بيحصل عليه اختلاف. وأعلن كمان عن تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتفعيل العمل بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. كلام رئيس مجلس الوزراء عن سد النهضة بيتزامن تحديدا مع اجتماعات ثلاثية بدأت النهاردة في القاهرة لمناقشة تدشين صندوق تمويل المشروعات التنموية بين الدول الثلاثة اللي ذكرناها زي ما أعلن رئيس الوزراء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر. طيب، معانا على التليفون سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية السابق. برحب بحضرتك معالي السفير. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب، احنا بنتكلم طبعا عن الأمن القومي والأمن المائي، وأكيد ده محور حساس لأنه بيتعلق بدولة بأكملها. تعليق حضرتك عن اللي ذكر خاصة فيما يتعلق ببرنامج الحكومة وما يقدمه لهذا المحور. هو بكل تأكيد يعني أحد ركائز الأمن القومي المصري هو الأمن المائي طبعا. وتبني الحكومة هذه الرؤية الواعية المتفقة مع ما تم إنجازه في الحكومة السابقة بتعكس يعني الرؤية التي سنتطلع إليها مبنية على التعاون والبناء المشترك لقدرات الدول الثلاث شركاء حوض النيل الأزرق، مصر والسودان وإثيوبيا. وبالتالي استضافة القاهرة اليوم للاجتماع الثلاثي للخبراء الذي سيبحث إنشاء صندوق تمويل البنية التحتية هو أحد جوانب مخرجات أديس أبابا التي تم التوافق فيها على عدة محاور بتشمل إنشاء هذا الصندوق اللي دعا لتأسيسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بيحول حوض النيل الشرقي لوحة للتعاون ومجال للمشروعات المشتركة من ربط كهربائي وسككي وبري. المشروع الذي يعني حلمنا به وأسميته ممر التنمية الشرقي يتحقق من خلال عمل هذه اللجنة. وعد الحكومة في بيانها اليوم بأن ملف المياه وقواعد ملء الخزان ستتم وفقا لرؤية مشتركة بين البلدان الثلاث والتوقيع على اتفاق مع إثيوبيا والسودان أمر يطمئن الرأي العام ويسد يعني أحد النقاط الرئيسية في منظومة الأمن القومي المصري كي تتكفل مصر بباقي التهديدات الخارجية على رأسها تهديد الإرهاب في ظل علاقة طيبة بشركائنا في حوض النيل، وننطلق بإذن الله لباقي بنود وتحديات المرحلة القادمة. وأنا أرى أن هذا البيان جاء يعني كافئا وجاء شاملا القضايا الأهم بالنسبة للمواطن، وعلى رأسها بناء الإنسان وتبني برامج حماية اجتماعية، والانطلاق إن شاء الله في المرحلة القادمة لجني ثمار البرنامج الاقتصادي الصعب والتحدي الهام الذي أنجزناه بفضل التمسك بالجبهة الداخلية. زي ما تفضلت حضرتك معالي السفير، فعلا يعني حتى باشمهندس شريف اسماعيل كان يعني اشتغل وانجز كتير في هذا الملف فيما يتعلق بالامن المائي مع اثيوبيا والسودان، وان شاء الله يكون فعلا برنامج دكتور مصطفى مدبولي مكمل لهذا الملف ومنجز ليه بما يحقق لنا الامان والاطمئنان. بشكرك جزيل الشكر سعاده السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه السابق. وزير المالية الدكتور محمد معيط اجتمع النهاردة مع دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبحث تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقها في الفترة الجاية في محافظة بورسعيد. وزير المالية أكد التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، واتفق كمان مع وزيرة الصحة على وضع مهام واضحة ومحددة لجميع الجهات المشاركة في التنفيذ ووفق توقيتات زمنية لكل مهمة. كمان الإسراع في تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقديم تنفيذ المشروع بتضم وزراء الصحة، المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتنمية المحلية. أما الوزيرة فقالت بدورها إن تقييم الوضع الحالي للمنظومة الصحية أظهر إن الموضوع بيحتاج لجهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة. كلام ده ومؤشرات تانية كمان وكلام الوزيرين اللي ذكرناه بيقول إن تنفيذ مش هيكون في وقت قريب، يعني لسه قدامنا شوية ومش هيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل دلوقتي بسبب عدم جاهزية المنظومة المميكنة وجدارية تشكيل لجان لتحديد المستحقين. هل ده فعلا الوضع ولا هيتم الالتزام بالمواعيد؟ ده اللي هنحاول نعرفه من دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. برحب بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحقيقه كلام مهم النهارده بنسمعه عن منظومه التامين الصحي والمفروض والمنتظر انها تبتدي باذن الله في بورسعيد. يعني شغل مكثف في اكتر من وزاره بتتعاون. هل الاستعدادات على ما يرام؟ هل احنا اصبحنا قريبين من التنفيذ ولا لسه قدامنا شويه؟ ان شاء الله يا فندم. يعني هو طبعا منذ ان تولت السيده الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان حقيبه الوزاره، وطبعا يعني ده بتكليفات رئاسيه، وهو تطبيق منظومه التامين الصحي في بورسعيد كبايلوت او كمحافظه اولى هو على راس اولوياتها. وهي الحقيقه بدات بزياره تفقديه لمحافظه بورسعيد، يمكن ثاني ايام يعني اداها اليمين الدستوري او خلال ايام عيد الفطر المبارك، وكان لها بعض الملاحظات مرت على المنشات والوحدات الصحيه اللي بيتم تجهيزها داخل المحافظه او المستشفيات، سواء كان من حيث الانشاءات اللي بيعد او اللي بتنشا انشاء جديد او اللي بيتم تطويرها. الحقيقه كان لها بعض الملاحظات، كان اهمها على سبيل المثال ان مستشفى النصر لاورام كانت مخصصه لاورام الاطفال، تم تعميمها ان يكون فيها جميع جراحات الاطفال. والحقيقه كان في مشاركه من منظمات المجتمع المدني من السيد مجدي يعقوب في هذا الشان، وان هو وعد بانشاء وحده متخصصه لجراحات الاطفال مماثله تماما لوحده الدكتور مجدي يعقوب في اسوان. وطبعا ده يعني زي مشاركه منه كمنظمه او كمجتمع مدني في النهوض بالمنظومه الصحيه في محافظه بورسعيد. كان لها ملاحظات عديده على الوحدات والمستشفيات، طبعا ما زال في اعمال انشاءات لم ننتهي منها بعد. في النقطة دي تحديدا دكتور خالد، يعني من كلام حضرتك استشفيت انه في فعلا تعاون كبير جدا في مساعدة من اكتر من جهات، حتى الجهات الخاصة متمثلة زي دكتور مجدي يعقوب وغيره، لكن ليه بنسمع ان في قدامنا شوية وعدم الجاهزية اللي حضرتك بتتكلم عنها، بالاخص ان احنا اول ما ابتدينا قلنا نبتدي بورسعيد وبعد كده هننتقل لبقية المحافظات؟ هل في معوقات معينة، في مشاكل معينة بتواجه حضراتكم؟ يعني هي بص يا فندم، هي مش معوقات، ولكن عشان ابدا منظومه تامين الصحي تعمل بشكل صحيح وتستوعب جميع مواطني المحافظه وتقدم خدمه طبيه بشكل لائق لازم ابدا صح. فانا عشان ابدا صح الوحدات والمستشفيات اللي موجوده داخل المحافظه لازم بيتم تجهيزها طبقا للمعايير والمواصفات العالميه، علشان لما تدخل هيئه الرقابه والجوده والاعتماد يتم اعتمادها لدخولها داخل المنظومه. هل صعب ان احنا نجهزها بالمواصفات العالميه دكتور خالد؟ عفوا يا فندم. صعب ان احنا نجهز المستشفيات انها تكون بالمعايير العالميه. لا طبعا، بس هو كان غير مطبق في السنوات السابقه، فالنهارده تطبيقه بياخد بعض الوقت، لكن احنا بنقول ان احنا مش هنبدا المنظومه الا لما تكون المحافظه جاهزه، جاهزيه كامله، بحيث انها تبقى مثال يعني ينجح ليتم تطبيقه على باقي المحافظات. وعشان كده السيده الوزيره الدكتوره هاله زايد يمكن شكلت زي فريق من منظمه الصحه العالميه، وذهبوا لبورسعيد الاسبوع الماضي لنقل الخبرات فيما يخص المنشآت الصحيه اللي موجوده في بورسعيد، وده كان وفد بالتنسيق مع المكتب الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه في اقليم الشرق المتوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مكتب القاهره، والحقيقه راحوا وقفوا على جميع الاوضاع الانشائيه والتجهيزات الطبيه تمهيدا لتطبيق القانون في محافظه بورسعيد، وبداوا باجتماع مع السيد المحافظ، ثم يعني كملوا لجميع المستشفيات ومدى هل المستشفيات اللي تم الانتهاء منها او الوحدات ماشيه طبقا للمعايير والمواصفات الدوليه ام لا، ورفعوا تقرير للسيده الوزيره. يمكن التقرير بيفيد بان بعض الاعمال بتسير في مسارها الصحيح، لكن ما زال قدامنا يعني بعض الوقت. تقريبا قد ايه يا دكتور؟ يعني ما دام العمل فعلا بيسير على قدم وساق، الموضوع مش مهمل ولا متروك بالشكل العظيم ده، يعني تقريبا بنتكلم في قد ايه ويبتدي يتنفذ ان شاء الله؟ شوف يا فندم، هي ده قرار بتاخده اللجنه المعنيه بين جميع الوزارات، وزاره الماليه مع وزاره الصحه مع وزاره التضامن الاجتماعي، الوزارات اللي شكلت بقرار مجلس وزراء في هذا الشأن. لكن احنا من جانبنا الخطوات عندنا بتسير بشكل سريع، والاجتماع اللي عقدته السيده الوزيره مع السيد وزير الماليه يمكن من حوالي اسبوع كان ايضا في بعض اللمسات تم وضعها لسرعه الانتهاء، واهمها كانت الاهتمام بمشروع الميكنه، لانه لن يبدا نظام تطبيق نظام التامين الصحي بدون الانتهاء من الميكنه، عشان اقدر يعني افعل سيستم او نظام موحد على مستوى الجمهوريه يسير على باقي المحافظات. اكيد الموضوع برضه مش سهل، واكيد حضراتكم شغالين عليه باحسن شكل ممكن، لكن هل هنلحق ان شاء الله على قبل نهايه العام ولا هيرحل السنه الجايه؟ ان شاء الله نلحق يا فندم باذن الله. يعني احنا يعني هو الوضع الحالي بيحتاج لجهود مكثفه، لكن ان شاء الله بنعمل على قدم وساق علشان نقدر نلحق نطبق المنظومه في الوقت المحدد باذن الله. بشكرك دكتور خالد مجاهد، متحدث باسم وزاره الصحه والسكان، على وجودك معنا في هذه الفقره. اكيد حضراتكم فاكرين مشروع قانون التجارب السريريه اللي كان اثار جدل كبير الفتره اللي فاتت، طبعا وسط اعتراضات من بعض عمداء كليات الطب والباحثين على مشروع القانون المقدم من الحكومه ووزير الصحه السابق، لكن القانون وافق عليه البرلمان بشكل نهائي خلاص في مايو الماضي. الجديد النهارده ان لجنه التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب اجتمعت مع دكتور محمد غنيم رائد زراعه الكلى والجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وكمان الدكتور احمد عكاشة استاذ الطب النفسي، لمناقشه التشريعات اللي اصدرها البرلمان بشان البحث العلمي، وعلى راسها التجارب السريريه. النائب عبد الرحمن برعي عضو لجنه التعليم قال ان تقديم مشروع قانون من النواب اللجنه لتعديل قانون التجارب السريريه هو امر وارد ومطروح، خصوصا وان اللجنه كان عندها تحفظات كتير عليه. هل ده يعني ان فعلا القانون ده هيتم اعادته واعاده فتحه بشكل عملي وهيتم تعديله زي ما كان كتير من الاطباء المعترضين عليه عايزين ولا لا؟ هنعرف التفاصيل دي من الدكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي الاسبق. برحب بيكي دكتوره ناديه، مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. طب دكتوره ناديه اهلا وسهلا بحضرتك، يعني تفسير حضرتك لهذه الخطوه ايه الجديد اللي هيتم فيها؟ هل نتوقع انه هيحصل جديد فعلا ولا مجرد كلام عادي؟ هو مبدئيا انا عايزه اطمن الناس ان هذا القانون لحمايه المواطن المصري مش ضد المواطن المصري. تمام. علشان ما حدش يفكر انه اخترع علاج ما ويبتدي يعالج الناس بيه. في خطوات مهمه جدا لازم تتاخد قبل ما الدواء يقر انه يتعالج بيه الناس. قبل ما ننتقل للحديث عن الخطوات دكتوره، يا ريت لو حضرتك تفسري اكتر، يعني ازاي نطمن المواطن ان هو ده فعلا هيكون لصالحه مش لصالح، يعني مش عكس كده، لان ممكن البعض يكون قلقان او سمع اخبار قبل كده قلقان بهذا الخصوص. اكيد اهم حاجه ان المواطن المصري يعرف ان ما فيش اي دواء هيتجرب عليه غير لما هيكون مصر هي بلد المنشأ، ومش عايزة أقول كلمة يتجرب دي بتخوف الناس. تمام. مفيش أي دواء هيطلع يتجرب أو حد ياخده أو نخش في مرحلة التجارب السريرية قبل ما يكون مر بدراسة كبيرة جدا على حيوانات التجارب، وما اقدرش انقل من حيوان التجارب الى العلاج قبل ما امر على التجارب السريريه. لما هطمن 100% انه امن على حيوان التجارب وانه ليس له ضرر وانه له فايده في علاج مرض ما، هبتدي بعد كده اروح التجارب السريريه، نظرا لان في فسيولوجي مختلف ما بين الانسان وحيوانات التجارب. طبعا. بنبتدي ب4 مراحل. المرحلة الأولى بيبقى على عدد صغير جدا من الأصحاء المتبرعين لتأكيد أمان هذا العلاج. طبعا. إذا نجحت المرحلة دي بنروح المرحلة اللي بعدها اللي هي بتحدد الدوز والطريقة اللي هيتاخد بيها العلاج، وبتكون على مرضى برضو العدد مش كبير. نجحت هذه المرحلة بنزود العدد والمرضى وبنشوف هل ده أحسن من العلاج الموجود في السوق ولا مش أفضل. وبعد كده لو إحنا عندنا حاجة زي ال FDA اللي موجودة في أمريكا، دي بتقر إن هذا العلاج آمن إن المريض يتعالج بيه. المرحلة الرابعة بتكون لدراسة ما بعد تقنين هذا العلاج، لأن زيادة مدة العلاج ممكن يظهر عنها بعض الأعراض الجانبية اللي ما كانتش ظاهرة قبل كده. مع كل مرحلة لازم يكون في دراسة وافية. يبقى عدة مراحل وكلها لسه في كمان، وكلها مطمئنة جدا الحقيقة لأي مواطن. اتفضلي حضرتك. نمرة 2، ما فيش دواء يتجرب في بلد غير لما تكون هي بلد المنشأ. بمعنى مصر ما ينفعش تخترع دواء وأمريكا تجربه عندها في المرحلة الأولى، والعكس صحيح، ما فيش دواء يخترع في أمريكا ويتجرب على المصريين في المرحلة الأولى، ده ممنوع تماما. تمام. كل دي ريجيوليشنز بالمناسبة ماشيين عليها، لكن كدولة متحضرة وكمعظم دول العالم المتحضرة والمتقدمة وبعض الدول العربية زي الأردن والسعودية عندهم قانون تجارب إكلينيكية. إيه فايدة هذا القانون؟ طالما إحنا ماشيين على الخطوات المضبوطة، فايدة هذا القانون إن يكون فيه ثواب وعقاب. تمام. لأن بدون قانون لا يمكن تعاقبي واحد. أكيد. ففايدة هذا القانون ده تقنين اللي أنا قلته لحضرتك، مين اللي من حقه يعمل تجارب ومين اللي مش من حقه. اللي من حقه اللي يكون القانون بتاع إنشاؤه بيسمح له بالبحث العلمي. تمام. اللي مش من حقهم من ليس له حق عمل البحث العلمي. طيب أفهم كلام حضرتك دكتورة ناديه إنه حضرتك كل اللي ذكرتيه هي مميزات بتدعم القانون وإنه يعني بتقوي طبعا وجوده، لكن حضراتكم تقريبا تحديدا حضرتك قدمتي من كام سنة برضو بحث أو مشروع بخصوص هذا الموضوع، يمكن تقريبا 2004 مش فاكرين بالظبط. لا هو في 2005 كان وزير الصحة قدم وبرضو الموضوع نام، وبعدين في 2012 أنا كونت لجنة برضو لدراسة موضوع قانون الكلينيكال ترايلز أو التجارب الإكلينيكية. برضو برجع أقول لحماية المريض المصري ولصناعة الدواء المصري. هل بالشكل ده مفيش أي ملاحظات على القانون ولا في برضو ملاحظات؟ طبعا لما القانون بيناقش من الناس أكيد كل واحد ليه ملاحظات. يهمنا جدا كمان نعرف ملاحظات القمم اللي زي دكتور غنيم وسير مجدي يعقوب ودكتورة عكاشة، يهمنا نعرف ملاحظاتهم. هل بتفرغوا من مضمون هذه الملاحظات لما حضراتكم تناقشوها أو تتكلموا فيها، ولا بتكون بالعكس داعم انه لتعديل القانون بشكل أفضل وبالتالي اعتماد؟ لو في نقطة محتاجة المناقشة والتعديل أكيد هيكون في تعديل. لو في نقطة مش واضحة لازم يكون في توضيح. لو في نقطة مخالفة للقواعد والأخلاقيات مش هناخد بيها. تمام. يعني على حسب التعليق هيكون شكله إيه. الحقيقة أنا مش عارفة كان إيه التعليق بتاع سيادتهم، لكن يهمني جدا إن أعرفه يعني. بالتأكيد حضراتكم هتدرسوا الموضوع ده بشكل مكثف وتتوصلوا إلى نتيجة هي الأفضل بإذن الله. هذا ما نتمناه ونتوقعه إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة ناديه زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق. النهارده انطلقت في القاهرة فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018. المؤتمر ده هو الأول من نوعه في مصر لتحديث الأداء الحكومي في خطوة أولى لتنفيذ مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي الموقعة بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات خلال القمة العالمية للحكومات واللي عقدت في دبي في فبراير تحديدا الماضي. خلونا نشوف جانب من هذا المؤتمر. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، أطلق اليوم مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، حيث تناول المؤتمر عددا من التجارب الحكومية الناجحة المختلفة، كما عرضت وزارة التخطيط رحلة التميز في القطاع الحكومي. كما تضمن المؤتمر عرض التجارب المتميزة في المدن الذكية من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. احنا النهارده الحقيقة بنشهد أحد الفعاليات الهامة بعد توقيع مذكرة التفاهم في إطار شراكة استراتيجية بيننا وبين دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الاتفاقية تمت في القمة العالمية للحكومات في فبراير من هذا العام. بعديها الحقيقة على طول حصل تفاعل سريع جدا بزيارات متتالية لوضع هذه الاتفاقية في حيز النفاذ، فحصل مجموعة من الزيارات لوضع الخطة التنفيذية الخاصة بهذه الشراكة لتطوير مجال العمل الحكومي، وأيضا تم إفادة مجموعة من الشباب من الوزارة إلى دولة الإمارات للتعرف على برامج الخاصة بالتميز في مجال الحكومي. أما الجانب الإماراتي فقد استعرض أهم التجارب المرتبطة بالتميز الحكومي في دولة الإمارات، كما تم عرض تجربة مدينة دبي في التميز وآليات الابتكار في التقنيات الحديثة لتحقيق التميز ومناقشة كيفية تبني منظومة التميز في العمل الحكومي. اليوم نتعاون نحن مع بعض لخلق واقع ومستقبل أفضل للمنطقة. موضوع الإدارة الحكومية من المواضيع الأساسية جدا على مستوى المنطقة العربية. اليوم المنطقة العربية هناك صراعات في المنطقة. النموذج الإماراتي المصري هو نموذج لبناء المنطقة وإنسان المنطقة. الجميل أن هذا النموذج يبدأ بهذا المؤتمر، مؤتمر مصر للتميز الحكومي. تكمن أهمية مؤتمر مصر للتميز الحكومي في تبادل الخبرات ونقل المعرفة، فضلا عن التعرف على أفضل التجارب الحكومية بين مصر والإمارات وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. خلونا نروح دلوقتي لقطاع غزة. حالة معاناة شديدة بيواجهها أهالي القطاع بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر لمدة بتوصل تقريبا ل 20 ساعة في اليوم. خلت طبعا محطات معالجة المية مش شغالة بالشكل المطلوب. ده خلى المواطنين يفكروا كده ازاي يكون عندهم مكان للاستجمام بعيد عن البحر اللي للأسف أصبح ملوث، وعشان كده عملوا مدينة ترفيهية. المدينة دي بتشتغل بالأمواج الصناعية لأول مرة في مدينة بتطل على البحر. خلونا نشوف. اغلاق البوابات الهواء على سطح الميه فبيحرك لي الميه. يعني انت بتيجي يعني بتعوض الشغله نظرا لانه عندك احنا بنعاني في بحر في قطاع غزه انه البحر عندنا يعني تلوث فيه مش طبيعي، يعني انت بتامنش على نفسك مش على اطفالك انك تنزل في هذا المكان، فلما تيجي زي هيك مكان ان اولادك يشوفوه مش ضروري لو انا ما نزلتش، يعني لو اولادك نزلوا بحسوا انهم مثلا بحسوا نفسهم انه على البحر كمان، يعني بيشعروا في هذا الشيء. البحر كثير ملوث وفي مياه المجاري بتصب كلها في البحر، بيؤدي الى تعرض اطفالنا للامراض ودخولهم المستشفيات، فالفكره هذه فكره الامواج الاصطناعيه فكره حلوه كثير، بتخلي الاطفال يحسوا انه هم في البحر بس بمكان انظف من البحر. غزه حلوه بس بدها هدايه بال، بدها يعني نعيش حياه احسن من هيك، حياه كريمه، وجود كهرباء، وجود ميه، الخريجين كلهم يشتغلوا. انا كخريجه ما فيش عندي شغل، يعني بتمنى انه كل المشاكل هاي تنحل بتصير غزه احسن بلد في العالم. في عز الضلمة دايما في نقطة مضيئة، ودايما في عز المعاناة والشدة بتظهر الابتكارات والإرادة الحقيقية لخلق أفكار جديدة بتسعدنا دايما. وصلنا كده لفقرتنا الأخيرة، لنهاية فقرتنا الأولى الفقرة الإخبارية. هنستمر معاكم في فقرتنا الحوارية الأولى، فيها هنناقش وهنتكلم عن برنامج الحكومة اللي عرضه دكتور مصطفى مدبولي النهاردة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب. إيه هي الآليات اللي هيتم من خلالها تنفيذ الأهداف اللي وردت في البرنامج، وإمتى تحديدا هتنتهي الحكومة من تحويل هذه الآليات إلى واقع ملموس تصل ثماره إلى المواطن في الحقل، في المصنع، في البيت، في الشارع؟ ويا ترى قد إيه بتبلغ تكلفة تنفيذ كل ما ذكر في هذا البرنامج؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية مع ضيوفنا، خليكم معنا.